ولكن خليني اقول لك ان من اسوأ امور المنع من السفر هي حاله تشابه الاسماء، يعني يكون اسم حضرتك مشابه لاسم شخص مدرج على قوائم المنع من السفر. وللاسف الشديد ان في حاله تشابه الاسماء حضرتك مضطر ان انت تنتظر لحد ما يتم التاكد ان بالفعل مش انت الشخص المتهم، والا برضه مش هتسافر. وكمان لو مطلوب انت ممكن جدا ان يتم القبض عليك وترحيلك للجهه اللي هي اصلا طالباك، وده طبعا اوقات بيسبب مشاكل كبيره وضياع سفرك وضياع كل ارتباطاتك بالخارج. ولكن للاسف الموضوع ده ليس له اي حل، ولكن يفضل طبعا ان حضرتك لو مسافر يكون معاك شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بيك، لان اوقات بيحصل تشابه اسماء وتيجي المباحث علشان تتأكد ان فعلا مش انت الشخص، بيستعلمه باسم الام او بالرقم القومي او برقم القضية، فيفضل ان يكون معاك شهادة الميلاد المميكنة، يعني ممكن ان هي تساعد في حالة تشابه الاسماء. ولكن طبعا بعد رجوعك لازم بتروح مصلحة الجوازات والهجرة وتحاول تثبت بكل الطرق ان انت ليس المتهم، الموضوع اسمه على قوائم المنع من السفر، وتحاول تقدم لهم كل الادلة المطلوبة، وبناء على كده هيتم ان شاء الله رفع اسمك من قوائم المنع السفر.